السلام عليكم. أولا الحمد لله أن احنا استطعنا باش ندخلوا النهائي. كانت مباراة صعبة كثير، كانت مباراة مغلقة كما شفت زي كيما في الماتش تاع الدار البيضاء، ما كانش فرص كثيرة، كانت مباراة تكتيكية أكثر، وفي الأخير حتى الجانب البدني، فالترجيش جاب لنا هدف، وكان عندهم فرص كبيرة في الشوط الثاني، حنا ما عندناش فرص كثيرة. دير بالإبريق لعبك تيكون تحسن بجزئيات ضربات الجزاء. بنشيل واحد الحاجة مهمة هو الروح الرياضية اللي كانت، فهذا شي حاجة نقدروا نفتخروا بها هنايا. بالنسبة ليا سي ان كومبليمون بوغ فريق ترجي وجمهور تشجع الفريق ديالو، بعد التهنئة من الخصم لينا. فهذه المسائل اللي بغينا نصبوا بها ان شاء الله لقدام، وخا ترجي هارد لاك ترجي، ونتمنى لهم ان شاء الله حد سعيد المستقبل. كوتش علي رمزي يعمل بعدين الرموز زي كتير في سيتاسيون ولا كاليفيكاسيون استنى معاك خدمة النقطة العربية. كوتش كان مشروع ديسكور بارابور للمقارنة بين الصحفية في الذهاب، كنا نحكيو على الكواليس، حرب كواليس مباراة ثأر 4 سنوات بالتالي. اليوم الشكر للترجي، شكر لجماهيرها اللي باعتراف كنتي ما عندها حتى شيء. وهذا سؤال في شو بارابور مشروع ديسكور. السؤال الثاني، كي تجمع الصعوبة هي الذهاب والإياب، هل تعتقد كونه برغم ضربات الحظ الميداد كان يستحق الترشح له؟ نبدا من السؤال الثاني، طبعا انه اليوم الترجي كان عنده فرص اكبر من فريق الوداد، يعني في المباراة ماشي نقول لك ان فريق الترجي كان يستاهل اكثر منا، بس حنا يمكن في الدار البيضاء كان عندنا اكبر حد نقدروا ننتصروا. واليوم الترجي كان زعما مزيان على المباراتين الاثنين، كان يمكن 50% 50%، ما نقدرش نقول لك انه احسن لا احسن، ولكن ما قلت لك ضربات الجزاء. هذا بالنسبه للسؤال الاول ديالك، انا مش مسؤول على اشنو غادي يتفهم داك الشيء اللي قلت. هذاك انا في 2019 ما كنتش هنايا، انا دائما شخص اللي تركز على ايجابي وتركز على الحاضر. انا نشوف الصوره اللي كاينه اللي ذاك اليوم صوره مزيانه، صوره مبشره بالخير ان شاء الله، نبقاو فيها ونساو الماضي ونحاول ان شاء الله ناخذها في المستقبل. اليوم نحكيو على زوج فرق كبار ترجي تونسي وميلان، فترة عندي معلومة متابعين في أوروبا، لكن اليوم ما شفنا شيء مع متابعين تاع أوروبا، شفنا اليوم تقريبا 20 فرقة سقوط لاعبين، حتى إنتر ديربي يدخل يقول سامحني أنت فاشل ما تدخلش، معناتها شفنا إيش كرة، بس الكرة في الفرقة تنجم تتحسن، زي هو دايما معناتها مقابلة شوف فيها 20 فرقة الأولاد طايحين، مش عارف غير يحكوا فيها كان سكور، تلقى معناتها لاعب يسقط شغل. انت شفتي المباراه بهذه الطريقه، تحترم الراي ديالك، بس بالنسبه لنا حنايا حنا ديما لا سيما انايا وكما تقولوا الفلسفه ديالي كيفاش بغيت الفريق ديالي، حنا ديما الغرض ديالنا هو ان نلعبوا كره ونقدم واحد العرض اللي هو مزيان عملناها في الدار البيضاء، ولكن حنا ما نساوش انه لو هو نيفو سي لو ريزولتا امبورتون. ماشي تنقول لك انه لو ريزولتا نبقاو نطيحوا وهذا، ولكن خاصك تسير المباراه. حنا ما عمرنا تنتعمدوا انه نعمل لنا فريق البيضاء اكبر من هذا الشيء، ولكن حاولنا ندومينيو في الدار البيضاء توفقنا فيها. هنا ما كانش عندنا فرصه باش ندومينيو، لان كان ترجي في الكره الى عندهم الكره اقوى، حاولنا نجيرو المباراه. اذا كان هناك لاعب اللي طاح ولا هذا، حنا واحد عندنا كارس الانف ديالو، يعني ماشي زعما هذاك التمثيل ولا هذا، ما كنظنش انه كان شي حوايج اللي كثار، ولكن المهم حنا ديما الغرض ديالنا هو نلعبو كره ونلعبو باش Coach, congratulations for that win. Thank you. I just two questions are from me. Please. Okay. One question. You came into this game with 1-goal advantage from home. Then you managed to what was your plan coming into this game, and how do you feel about this victory? Okay, about your question,
Casablanca 1-0. Okay, we come here to play. Okay, to press also because we know if we go only defend 90 minutes, we're gonna get a goal. Okay, in the first half we manage the game, but second half we know the players are tired, the space get bigger. So the players of Tarji get more space and one chance is one goal. That's the plan. But our plan was to play, to press our identity. But sometimes it's difficult because you play outside, you have also against you a big team with their good players. So 1-1 about two games is okay and we win with the match. So we are happy. On cherche toujours une balance. Normalement, au premier mi-temps, on a essayé de rester dans le match et de ne pas prendre beaucoup de risques, mais le bon moment de faire la pression, on le fait. Mais deuxième mi-temps, on n'oublie pas que c'est tournoi, c'est incroyable, la fatigue, et ça vit aussi tous les joueurs de nous et de Tarji, c'est très, 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 très difficile. Alors, si tu reçois un but, c'est fini. Alors, ils ont marqué un but et ils ont été près du deuxième but, alors on voulait aussi marquer, mais il faut qu'on reste. C'est pas qu'on cherche les pénalties. Mais il ne faut pas prendre de risques, il faut manager le match. C'est ça qu'on a fait. Et au deuxième mi-temps, la fin, on a essayé de monter un petit peu peut-être pour marquer, mais il n'y a pas de la fraîcheur. Alors, c'était dans le match. Je crois que le Tarji a fait aussi la même chose les dernières 5 minutes. Le fait que l'entraîneur change le gardien et change un, ça veut dire qu'il a vu que les pénalties aussi, c'est une bon solution. Et je ne dis pas qu'on avait de la chance, mais c'est fou. Dernière question, s'il y en a, sinon on dit merci, merci de votre attention. Merci. ولكن في المباراة تيسرى بعد المسائل غير هو باش خاصنا نكونوا رياليست نكونوا واقعيين. إلا غادي يجي يلعب هنا حنا لاعبين مع الطرجي ما لاعبينش مع فرنسا صافي دير حنايا ليدونتيتي ديالي هو دوميني بغينا دوميني درناها في كازابلانكا في الطرجي ولكن هنايا الفريق الطرجي كان أقوى في المباراة يعني كيما نقولوا خاصك تكونترول المباراة بس إلا ماشي كنا متعمدين هذا ولكن كرة القدم راه كرة القدم تقدر تقول لي خاصك تاخذ الأنفاس ديالك C'est bon. Merci beaucoup.